بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. معا نأخذ أحكام الجنائز. الموت مصيبة كما وصفه الله سبحانه وتعالى، فأصابتكم مصيبة الموت. الموت يجعل العلاقات تختلف، الزوج أصبح بلا زوجة، الزوجة أصبحت بلا زوج، الابن أصبح بلا أب، وقد يكون صغيرا فيكون يتيما أو أما كذلك. تختلف العلاقات وتتبدل حتى المواقف القانونية، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك فالميت ينبغي إكرامه، وإكرام الميت عند المسلمين يتمثل في أمور أربعة. أول أمر أنه يجب علينا أن نغسله، وهذا فيه نوع من أنواع إكرام ذلك الجسد الذي حلت فيه الروح ثم خرجت بإذن بارئها. والغسل هو أمر بسيط جدا، فيه فرض وفيه سنن. أما الفرض فهو وصول الماء إلى كل الجسد، يذكرنا هذا بغسل الجنابة. عندما الإنسان يريد أن يتطهر من الجنابة فإنه يريد أن يصل الماء إلى كل جسده، ومعنى هذا أنه لو غمس في حمام السباحة وأخرج تم المقصود، يعني إذن وصول الماء إلى البدن هو الأساس. هناك أمور من السنن أخرى، لكن الفرض الذي هو مفروض علينا وصول الماء إلى كل البدن. بعد ذلك هناك تنظيف لما في بطنه أو لعينيه أو لفمه. الأمر الثاني من إكرام الميت هو الكفن، وأقل الكفن سواء أكان رجلا أو امرأة ستر هذا الجسد، ومعنى ذلك أن أقل الكفن ملاية نلف فيها الجثمان، هذا أقل شيء. ولكن درجوا على أن يأتوا بثلاث قطع يسموها أدراج، مثل المراية، مثل الملاية، ويحطوا الجسد فيها ويكفنوه. وبعضهم يخليها أربع، بعضهم يخلوهم خمس طبقات، بعضهم يخلوها سبع طبقات وهكذا. اللي يؤدي به المفروض انه يحطه في ملاية ساترة. طيب، الرجال لا تكفن في الحرير لان الحرير يحرم عليهم في الدنيا، النساء تكفن في الحرير لان الحرير لا يحرم عليهم في الدنيا. من الأفضل والأحسن ألا نضع أشياء مثل الذهب أو ذلك، لا، إحنا الست اللي لابسة ذهب بنخلصه منها. ما ينفعش نقول مثلا أنا عايزة أدفن ومعايا الساعة بتاعتي لأنها عزيزة عليا، الكلام ده خلاف السنة. يبقى الأمر الثاني من الإكرام هو الكفن بعد التغسيل. الأمر الثالث الصلاة، وصلاة الجنازة أربع تكبيرات، يمكن أن نصليها في المسجد ويمكن أن نصليها في فناء المسجد خارج المسجد، وأقل عدد للصلاة واحد، إنسان واحد يصلي، وقد تكون امرأة تصلي على هذا الميت.
وبعد ذلك كثير من الناس يصلي ما فيش بأس. صلاة الجنازة 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ بعدها سرا فاتحة الكتاب. التكبيرة الثانية يقرأ بعدها سرا أيضا، كل صلاة الجنازة سرا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي بنذكرها في التحيات الأخرانية: اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللي احنا بنقراها في التحيات نقراها بعد التكبيرة الأولى. طب هل يجوز ان احنا نصلي على النبي بأي صيغة تانية؟ يجوز تصلي على النبي بأي صيغة تانية وبأي عدد، لكن تصلي على النبي، الركن انك تصلي على النبي. التكبيرة الثالثة أدعو فيها للميت، فبدعو للميت بأنه يوسع مدخله وبأنه ينور قبره وبأنه يعفو عنه وبأنه كان يشهد فينا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت أعلم به منا، فإن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان غير ذلك فتجاوز عن سيئاته، فهو في حاجة إلى رحمتك ولست في حاجة إلى مؤاخذته. شفعه فينا وشفعنا فيه وشفع فينا نبيك يوم القيامة، وأبدله دارا خيرا من داره، وولدا خيرا من ولده، وزوجا خيرا من زوجه، وحياة خيرا من حياته. اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ونقعد ندعي للميت بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا. بعد التكبيرة الرابعة ندعو لعموم المسلمين للميت ولموتانا: اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لأبي وأمي وأصحاب الحقوق علينا ومن سبقنا بالإيمان. ونقعد ندعي للناس اللي سبقونا، اللي بيذكرنا الموت بيذكرنا بيهم ونحن في الصلاة. ثم نسلم عن يميننا السلام عليكم، وعن شمالنا السلام عليكم. صلاة الجنازة يجوز تكرارها، يعني افرض صلينا وبعدين في ناس جاية متأخر يصلوا هم كمان صلاة تانية، وبعدين روحنا عند المقبرة ففي ناس جات لنا يصلوا صلاة تالتة، الراجل مات في انجلترا وجاي يصلوا عليه هناك يصلوا عليه هنا كمان، مفيش مانع. إذن إعادة وتكرار الصلاة جائزة أيضا. ثم نكمل بعد الفاصل بقية إكرام ابن آدم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما رأينا كيف كرم الإسلام ابن آدم، كما كرم الله ابن آدم حيا كرمه ميتا أيضا بأن فرض علينا غسل الميت وكفن الميت والصلاة على الميت، فإنه سبحانه وتعالى أمرنا بأمر رابع وهو في غاية الأهمية، وهو دفن الميت. ودفن الميت أمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفنه على جانبه الأيمن، ندفنه على جنبه الأيمن يعني على دراعه اليمين، ووجهه مستقبل القبلة. افرض وانا قاعد كده القبلة قدامي كده هو، وانا هو راسي فوق ورجلي تحت، خليني انام على ايدي اليمين، هو ده الراس هنا، يبقى تنام على الايد اليمين دي، هو ده الدفن الصحيح. فلما نروح المقبرة نشوف فين القبلة، القبلة هي، يبقى الميت هينام كده راسه هنا ورجليه هنا على ايده اليمين. تملي تتخيلوا انه هو كان واقف يصلي وبعدين روحنا مسكينه من راسه ومن رجليه ونايمناه كده، هو زي القلم الرصاص كده نمسكه
وننيمه كده. المسافة دي 90 درجة، يبقى تتخيل الميت واقف وبعدين تنيمه 90 درجة على ايده اليمين، يبقى وشه وصدره انما هو للقبلة. لو عملنا الجسد كده ساعات الجسد يقع، ولذلك نعمل حاجة اسمها التهليل. جاي منين الكلمة دي تهليل؟ يعني زي الهلال، يبقى زي الهلال كده، بجيب راسه هنا وبجيب رجله هنا، فبيبقى عامل زي الهلال عشان ما يقعش. يبقى هو نايم على اليمين، وشه وصدره جهة القبلة، وهو عامل زي الهلال كده مش مستقيم. لو كان مستقيم يبقى هنضطر نحفر له في الأرض عشان ما يقعش، عشان هو الجسم بقى مخشب شوية كده، فعلشان ما يقعش يبقى نعمل له حفرة في الأرض 30 سنتي ونحطه فيها. لكن لو ما تعملتش دي يبقى التهليل ده هو اللي يمنع من سقوط الجثمان. دفناه وأغلقنا المقبرة. يأتي دور تاني من بقية إكرام ابن آدم، وهو ما يسمى بالتلقين. دلوقتي هو بقى في القبر، هيأتيه الملكان ناكر ونقير علشان يسألوا من ربك، ما دينك، ما نبيك، من نبيك، ما كتابك، إلى آخر الأسئلة الأساسية. فالنبي عليه السلام أرشدنا إلى أن إحنا بعد ما نقفل القبر في أمانة الله نقف نونسه، يبقى هو بيتونس بينا، وكمان نقوله ونكلمه يا فلان ابن فلانة، بنناديه ونقول له يا فلان ابن فلانة، لأن العلاقة بين الإنسان وأمه علاقة طبيعية، ده كان في بطنها. العلاقة بين الإنسان وأبيه دي علاقة شرعية، إنه ده ولد في هذا الزواج وهو من هذا الإنسان فهو ينسب إليه. لكن العلاقة علاقة قوية جدا، لأنها علاقة ربنا خلقها طبعا، إن الإنسان ينسب لأمه في هذه الحالة. يا فلان ابن فلانة، فيقولها له 3 مرات يا فلان ابن فلانة كما ورد في الحديث. الميت حينئذ، بس انت ما بتسمعوش، يقول لك أرشدنا يرحمك الله، يعني انت بتناديني ليه؟ والنبي عليه السلام قال فيقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون، ما بنسمعش، لما هو بيقول كده. فنقول له ايه بقى؟ اذكر ما خرجت عليه من الدنيا. احنا عارفينك ان انت يعني عارف كل حاجة، بس ايه تذكر ايه؟ اتذكر ايه؟ شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، وانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. يبقى دول الإجابة على 4 أسئلة اللي هيتسئلهم لما الملك يجيله. رضيت بالله ربا، أو يبقى بعبد ربنا، وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول انطلق بنا، ما يقعدنا عند من لقن حجته. أم يسألهوش، الله، ما دول قالوا له كل حاجة، يلا بينا ننصرف، وتخفف السؤال عنه. يعني تخيل ان احنا رحنا رميناه في القبر واخدين بعضنا ومشينا، يعني فيها جفوة. النبي عليه السلام عايز يعلمنا الحب للي عايش وللي ميت، عايز يعلمنا الوفاء. ولذلك هنقول له 4 حاجات دي. افتكر
اللي انت كنت عارفه في الدنيا من انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واذا اتاك الملكان فقل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقران اماما. اربع حتت: الله ورسوله والاسلام والقران، اربع. قم تلاقيه خف عنه. فالحديث ده رواه الطبراني وابن شاهين وغيرهما، وقال الحافظ ابن حجر إسناده صالح. وبذلك نكون قد ألممنا بشيء من تكريم الله لنا في الدنيا والآخرة. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.